300 مره خد بالك مش مش لايق عليك كانت الاخر. الراجل كتر خيره يا اخي بيعمل اللي عليه. بيعمل اللي عليه ايه؟ ده مطفش الزباين بتوع القهوه يا عم. وبعدين اللي كان بيجي هنا ياخد على النوته بيخاف. لاحسن النبوت بتاعه طولهم بيقولوا بيودع الغفير على طول. ده كان زمان يا حسين الراجل خلاص اتهد. اه والله موضوع ابتهال بنته ده وهو حس انه كبر قوي. وبعدين الكبر مانعه انه يجيب سيرتها حتى كانها ماتت. ربنا يكون في عونه. ربنا يكون في عوننا كلنا.